مشاهدينا، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان أقيمت بجامعة زايد في أبوظبي أمس حفل تكريم مجموعة من القيادات النسائية في الإمارات، ويأتي هذا التكريم في سياق الجهود المبذولة لوضع المرأة العربية ولا سيما المرأة الإماراتية في مكانها المناسب بالمجتمع. تفاصيل أكثر في هذا التقرير خلونا نتابع مع بعض وردين لكم للسرعين مقابل. اليوم تم تكريم الكثير من القيادات النسائية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديدا في مجالات مختلفة، في مجال الإعلام، في مجال قطاع الأعمال، وهذا صراحة قطاع أبدعت فيه المرأة مؤخرا مع الدعم التي تلقاه من يعني على أعلى المستويات من القيادة في الإمارات العربية المتحدة. أتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على هذا التكريم الذي يعتبر تشجيع، وهو مبادرة طيبة أن نقوم بتشجيع سيدات الأعمال في كافة القطاعات، وشكرا جزيلا لهذه الدعوة الكريمة، وأتمنى للجميع التوفيق.